السلام عليكم دكتور. استاذ حضرتك ان انا ابدا بتعريف حضرتك. تعريف حضرتك. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معانا محاضره انا مستنيها بقالي فتره كبيره جدا، لان انا فعلا حابب ان انا افهمها، اللي هي العماره الحركيه والمنشات القابله للتحويل. ومعانا الاستاذ الدكتور حسين عصام ابو الفضل محمد، مدرس بقسم الهندسه المعماريه جامعه الزقازيق، وحصل على درجه الدكتوراه في تصميم المنشآت القابلة للتحول جامعة ليفربول المملكة المتحدة أكتوبر 2020، وحصل على درجة البكالوريوس الهندسة المعمارية عام 2007، وماجستير الهندسة المعمارية 2012 من كلية هندسة جامعة الزقازيق، وخبرة 13 عام بالعمل الأكاديمي والمهني بمصر والمملكة المتحدة، وشارك بالعمل في عدد من المكاتب الاستشارية في مصر والمملكة العربية السعودية. إن شاء الله محاضرة ممتعة، وجزاكم الله كل خير يا دكتور على قبولك بتشريفنا في المحاضرة. وأنا فعلا من يعني المحاضرة دي مستنيها بقى لفترة طويلة، يعني عشان عايز أفهم القصة دي. فجزاكم الله كل خير يا دكتور. خليك يا دكتور، ده شرف لينا يا فندم والله ان احنا نقدم المحاضره دي، يعني تحت مظله بيم ارابيا وتحت اداره حضرتك، وده حاجه يعني نسعد بيها جدا، واتمنى انها تكون عند حسن ظنكم باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح ولا انا بس ما تمام دكتور، الصوت واضح. ماشي؟ شكرا لحضرتك. طيب، هي محاضرة عنوانها Kinetic Architecture and Transformable Structures، اللي هي في ترجمات كتيرة للعربي كلمة Kinetic على أساس إنها ناس تقول إنها العمارة الحية أو العمارة الحركية. في بعض المصطلحات التانية زي كلمة عمارة ديناميكية أو الكلام ده. برضه transformable structures في ناس كتير بتسميها المباني قابلة للتحول أو مباني متحولة. فأنا فضلت إن أنا أخلي المحاضرة الكلمات فيها بالإنجليزي على أساس تسهل على الناس إنها لما تعوز تعمل سيرش على أي معلومة تلاقي المصطلحات واضحة وصريحة، لأن للأسف اللغة العربية برضه ساعات ما بنكونش إحنا موفقين في الترجمة الدقيقة ليها يعني. فهدف المحاضرة دي إن إحنا نبتدي بس نعرف معلومات مبدئية عن إيه العمارة الحركية والعمارة الديناميكية أو العمارة المتحولة أو قابلة للتحول، نعرف بعض المصطلحات والكيوردز اللي ممكن نستخدمها بعد كده لما نعوز نعمل سيرش عن الموضوع ده، برضه نعرف بعض الأساسيات والاعتبارات التصميمية والأدوات اللي ممكن نستخدمها في تصميم النوعية دي من المباني، وإيه اللي ممكن نقرأه لو حبينا نوسع معارفنا بالموضوع ده أو معرفتنا بالموضوع ده. المحاضرة هتبتدي بمقدمة يعني إيه عمارة حركية وإيه هي أنواعها، Defining Transformable Structures and Their Typologies، أنواع العمارة المتحولة أو المنشآت المتحولة أو قابلة التحول وأنواعها، Applications of Transformable Structures اللي هي التطبيقات بتاعت العمارة قابلة التحول، Design and Technical Requirements and Considerations اللي هي الاعتبارات التصميمية والتقنية الخاصة بالعمارة أو منشآت قابلة التحول، ومجموعة أمثلة لأساليب الـ Design and Evaluation Tools، بعض البرامج اللي ممكن نستخدمها في التقييم والتصميم، ومجموعة المراجع اللي ممكن نستعين بيها بعد كده للقراءة المستقبلية. هنبتدي بالمقدمة. هنقول سؤال بسيط جدا، هل التكنولوجيا تعتبر وسيلة لأن احنا نفتح إمكانيات أو نفتح أو يبقى عندنا possibilities إن احنا نعمل حاجات جديدة وكده، ولا هي محدد بيحكمني في التصميم؟ في بعض الناس اللي هم بيتكلموا في النقطة التكنولوجيا عامة، يعني مثلا نيجي نقول الطلبة نيجي نطلب منهم تصميم معين، فبتلاقي في طلبة بتحكم التصميم بتاعها بالتولز اللي هي عارفاها أو بالتكنولوجيز اللي هي عارفاها، تقدرش تفتح او تفتح في الكرياتيفيتي او في الابداع بتاعها بسبب عدم درايتهم بالتكنولوجيا او محكومين بالتكنولوجيا اللي هم عارفينها.
هو المفروض ان التكنولوجيا دي تبقى حاجة بنسخرها للتصميم بتاعنا انها تفتح مجالات في الكرياتيفيتي عندنا او في الابداع عندنا. في سنة 2007 جه ديفيد فيشر عامل مقترح لناطحة سحاب المفروض انها تتعمل في دبي، وحتى الان لغاية دلوقتي ما اتنفذتش على حد علمي، يعني ان كل دور بيلف بشكل منفصل وكله بيلف حوالين كور واحد في النص. وبعدين قال ان هو invented the dynamic architecture واخترع العمارة الديناميكية، وان منشأ زي ده ممكن يحقق حاجات كتير جدا سواء كانت حاجات وظيفية او بيئية او ما الى ذلك يعني. بس حاجة زي كده فعلا مثيرة للاهتمام، موضوع ان المبنى يكون بيتحرك، هل هو له غرض وظيفي ولا غرض بيئي ولا ايه غرضه بالظبط يعني. فعندنا سؤالين مهمين جدا: Why is movement needed؟ احنا ليه عايزين الحركة أصلا؟ و How it is achievable؟ أنا هعملها إزاي لو أنا فعلا شايف إنها مهمة؟ مبدئيا احنا العمارة تبقى كأنها موازنة بين الـ appearance والـ usability، بس أنا من الناس اللي بترجح كفة الـ usability أكتر. في ناس تانية مثلا ما بتحبش الموضوع الـ function وبتحاول توازن الاتنين على قد ما تقدر، بس هو في الأول في الآخر هو function، هو الأساس أو هو ده اللي بيحكم عندنا الموضوع. نيجي نتكلم على الحركة نفسها، فنيجي أول كتاب اتكلم في الموضوع ده وحط تعريف لكلمة kinetic architecture كان واحد اسمه ويليام زوك وروبرت كراك، الاتنين دول عملوا الكتاب سنة 1970 وحطوا كوت لشارلز داروين قال الجملة دي: There is a frequently recurring struggle for existence. It follows that any being, if it varies however slightly in any manner profitable to itself under the complex and sometimes varying conditions of life, will have a better chance of surviving. هو حب يحط الكود ده عشان عايز يوضح شيء، قال ممكن تظهر او تنبني وتتطور، وانها ممكن تنمو وتتطور وتوافق او تاكسبت changes او تبقى flexible او تتجاوب مع التغيرات اللي ممكن تحصل، سواء كانت تغيرات في الاحتياجات الوظيفية او الاحتياجات التكنولوجية او ايا يكن نوعية الاحتياجات اللي ممكن تخلي المبنى ممكن يتغير في شكله. ونفس الوقت برضو المبنى ممكن يموت، ده لو انت فعلا لجأت في الاخر انك تحتاج انك تهده، او تحتاج ان انت تلاقي مرة واحدة ان انت هجرته او ما عدتش بتستخدمه. فمبنى ممكن يكون قائم بس هو ممكن يموت، ليه؟ لان انت ما بقتش بتستعمله فبقيت حجرته. هنقول مثال بسيط وواضح ان الحلول المعماريه، مثلا ممكن نقول حلول الثابته زي ما احنا كلنا عارفين الهرم مثلا. انا بقول المثال ده مش تقليلا من شأن الهرم، بس احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش ايه وظيفته. وظيفته ممكن تكون حتى مش documented او اي حاجه، احنا ما نعرفش لسه بالنسبه لنا ميستري. في مباني كتير طبعا كده، بس انا جبت الهرم لانه شوف هو لغايه دلوقتي عايش ولغايه دلوقتي موجود، بس هو بالنسبه لنا يعتبر ميت، لان هو فعلا احنا مش شايفين له وظيفه غير ان هو بقى معلم سياحي وخلاص. نيجي نتكلم برضه عن بعض الحلول المعماريه اللي حاولت تعمل flexibility، زي ميس فاندرو لما عمل فكره اليونيفرسال سبيس وقال ان احنا عندنا ممكن نعمل مسطح مفتوح وكور في النص وخلاص، وكل واحد عايز يغير الاستخدام يعمل اللي هو عاوزه ويغير التقسيمات زي ما هو عاوز. فدي فكره اليونيفرسال سبيس او حته تعدديه الاستخدام، دي ظهرت في فتره الخمسينات. فجي اتكلم في الكتاب ده عن كلمه البروبلم اوف تشينج او مشكله التغيير، احنا بنتعامل معاها ازاي. فقال احنا في العادي كمعماريين بنحل الحلول اللي هي الاستاتيك، إلا لو قلنا المنطقة المظللة دي هي الاحتياج والخط الأسود اللي حواليها ده هو المنشأ اللي احنا عملناه، فاحنا بنحل المنشأ بناء على تحقيق رغبات أو احتياجات معينة في عصر معين. بس مع الوقت الاحتياجات بتتغير وممكن المنشأ بتاعنا يكون ثابت، وساعتها ممكن ما يوفقش في إن هو يتوافق مع التغيرات اللي ممكن تحصل. زيادة في مرونة احنا ممكن نلجأ لليونيفرسال سولوشنز زي ما ميس فاندرو عمل،
وهو في الاخر بيقول ان ده وان سايز فيتس اول، وفي الاخر مش هيرضي حد يعني. وفي الكتاب ده هو قال ان كلمه كينيتيك هي العماره اللي ممكن تستجيب للتغيير مهما كان نوعه ومهما كان شكله. بس طبعا الاستجابه عامة it is not attainable، هو ده مش perfect، لأن perfection ده حاجة بتاعت ربنا، perfection is God's business، الكمال لله وحده زي ما بنقول يعني. أبسط مثال هو قاله ده منشأ كينيتك هي المباني الطين. والغريب في الموضوع لتفسيره الكتاب الموضوع ده كان جميل جدا، إن منشآت الطين فعلا عندها قابلية كبيرة جدا إن إحنا ممكن نوسع فيها. بتلاقي اللي عنده واحدة من بيت الطين يقدر يزود أوضة فوق، يزود أوضة على الجنب، يكبر الفراغات، ويستخدم ظروف من الخشب، بيستخدم ماتيريالز من الطبيعة. وحتى لو أنا استغنيت عن مبنى وأصحاب الوحدة خلاص هجروا المبنى، مع عوامل طبيعية بيموت لوحده وبيندثر مع الإيه؟ مع التراب، مبقاش له أثر، سواء كان مبقاش له أي أثر سلبي على البيئة يعني. تمام؟ بس احنا برضو تركزنا في المحاضرة هنا على المباني اللي بتتحرك أكتر. عناصر بتتحرك موجودة معظمنا بنستخدمها بشكل واضح، زي الكراسي اللي بتطبق زي ما شفنا مثلا في اللوحة اللي هنا في جدارية، مش فاكر في معبد ايه بالظبط، بس استخدم الكرسي ده يعني تصميمه بيقول ان ده تصميم كرسي مفصلي قابل ان هو يتطبق. زي برضو الحاجات اللي هي الشمسيات اللي ممكن تتحرك زي اللي موجودة في العمارة الآشورية، كراسي اللي هي الكاوبوي دي برضو قابلة للتطبيق. برضو الخيام، الناس استخدام الخيام ده من الحاجات اللي تعتبر كينيتيك سوليوشنز، انها تقدر تطبقها وتاخدها في اي مكان انت عاوزه، تقدر تفردها، تقدر تستخدمها في اي مكان، بتكون خفيفة في الوزن، وبعضها بيقبل التعديلات في التصميم زي الخيام البدوية اللي ممكن نستخدم فيها بارتيشنز من القماش والكلام ده، فأقدر أعدل في تقسيمة الفراغات الداخلية. بعد كده كان في بعض الناس يعني بيقولوا إن كان التغطية بتاعت منشأة زي الكوليزيوم كانت مصنوعة من الخيام القابلة إنها للتطبيق. هي ما فيش حاجة دوكيومنتد بتقول كده قوي، بس بعض الباحثين بيقول إن كان في اللي في المنشأ اللي ممكن تحقق حاجة زي كده عن طريق استخدام الحبال والخيام، خاصة إن الرومان كان لهم خبرة قوية جدا في صناعة السفن، فيقدروا يعملوا أشرعة والكلام ده والخيام في تغطيات بحور واسعة زي كده. برضو كان دافنشي له نصيب كبير جدا في بعض التصميمات اللي زي بيسموها السيزون ميكانيزمز او المنشآت ذات المقصات، وده هنتكلم بعدين عنها. زي تصميم اللي هو الميكانيزم اللي على الشمال ده، هو بيتطبق على شكل مقصات مع ألغوص، زي اللي في النص ده عبارة عن حاجة زي الأمبريلا او زي الشمسية، واللي على اليمين ده كوبري بتقدر تفكه وتركبه. فده كل دي تصميمات معتمدة على الأعضاء الفراغية اللي ممكن قابلة للتحول أو إنها تغير من شكلها. في واحد برضو اسمه إيميلو بريز بنيرو، ده من الناس القوية جدا في الموضوع الـ Transformable Architecture. هو استخدم فكرة المنشآت ذات المخصصات في إن هو استخدم إن هو عمل زي التندة دي كده ممكن يحملها على العربية وتتفرد بشكل تلسكوبي، وبعد كده تتفرد وتدي قبة مسطح كبير. برضو في واحد اسمه شاك هوبرمان، ده عمل تصميم لحاجة اسمها الانجوليتد سيزر ميكانيزم او المقصات المتنية، وده هنتكلم برضو عن نوعياتها بعدين. بس الفكرة هنا ان هو زي ما انتم ملاحظين في الصورة ان الكورة مهما مع حركة التحول هي كانت وهي مضمومة على شكل كورة وهي مفروضة على شكل كورة، ما تغيرش شكلها، على عكس التصميم اللي فات. لو خدنا بالنا هنا هتلاقوا التشكيل هنا شكل اسطواني وبعد كده اتفرد على شكل، انما في هوبرمان هي البدايه كانت كوره ونهايتها كوره في نفس الوقت. تمام؟ برضه من ضمن الحلول المتحركه الخيام، زي الخيام القابله للضم زي الشمسيات او الخيام المعموله في الحرم النووي زي جامع الحسين عندنا.
ودي برضه من تصميم بودو راش، ودي من برضه من انواع المنشآت اللي بتعتمد على ال special bars او الاعضاء الفراغيه القابله للتحول. ده برضه ما خلناش ننسى ان في نوعين من المنشآت القابله للحركه، اللي هي منشآت الدواره زي البرج اللي احنا شفناه في الاول خالص بتاع ديفيد فيشر. بس طلع القصه بتاعت المنشآت الدواره قصه كبيره جدا، وكان في ناس حاولت تعمل تصميمات من سنه 1890. زي هنا مثلا في واحد كان عامل تصميم لمبنى مقاوم للاعاصير بحيث ان هو يقدر يلف مع حركه الاعصار بالشكل ده، لو الاعصار جه كده فهو يقدر يلف معاه ويستجيب ليه. برضه كان من سنه 1881 كان في احد السجون كانت متنفذه انها يكون فيها حركه من جوه، ان يكون في مشرف واحد على السجن بره والسجون دي بتلف بشكل دائري امام المشرف بتاعها بحيث ما حدش يهرب من السجن. وبرضه كان في العجله بتاعت فيريس ويل اللي بتتحرك بشكل رأسي، ودي مشهوره جدا ولغايه دلوقتي احنا بنستخدمها كاتراكشن. ده كله كان في القرن 19. برضه من الحلول الجميله جدا كان في حاجه اسمها الروتيتنج سولاريومز او المنشآت اللي كانت بتلف عشان خاطر تخلي المرضى خاصه مرضى الروماتيزم معرضين لاشعه الشمس بشكل اكبر. فكانوا بيعملوا مستشفيات بحيث المرضى يكونوا قاعدين في السرير هنا والمبنى يلف مع حركه الشمس بحيث يدنهم طول النهار معرضين حركه المبنى. فده كان معمول في فرنسا في سنه 1935. وكان في انجلترا عملوا من النموذج ده اكواخ صغيره ممكن الناس تجيبها وتحطها في البيت، وبرضه فيها نفس الفكره. وحلو برضه للسيلف ايزوليشن خاصه لو المريض عنده امراض صدريه معديه، فممكن يتحط في الكشك ده في الجنينه بره البيت وبرضه يتلف بشكل يدوي مش بمواتير ولا حاجه بحيث يتعرض برضه طول النهار لاشعه الشمس. كان برضه من ضمن المباني اللي بتتحرك بشكل دوراني كان مبنى اسمه كاسا جيراسول، ده في ايطاليا سنه 35 كان معمول بالخرسانه، وكان مبنى تقيل جدا وكان اثناء حركته بدا يظهر فيه شروخ، وده اللي خلى المصمم بتاعه يحط كليدنج مصنوع من الالومنيوم او التيتانيوم على ما اتذكر عشان يداري على الشروخ اللي حصلت في المحاره بتاعه الحيطان. كان في اقاويل بقى ان قصر البارون عندنا في مصر بيلفوا كده، بس ما اعتقدش ان دي حقيقه، بس ده اقدم حاجه دوكيومنتد بتلف بتكون منشاه من خرسانه او بتكون منشاه تقيل. برضه في فتره الخمسينات ظهرت موضه المطاعم اللي بتلف زي ما حصل عندنا في القاهره في برج القاهره او في برج سبيس نيدل في سياتل في امريكا او في برج شتوتجارت. فهي كانت جت فترة كده كانت موضة المطاعم الدوار. نيجي بقى احنا اتكلمنا عن جزء تاريخي شوية، هندخل على حاجة بسيطة جدا. هو في ناس يعني حتى هتلاقوا في ابحاث منشورة بتتكلم عن كلمة كينيتيك اركتكشر عن انها التشكيل الموحي بالحركة، وده الموضوع اللي احنا مش هنتكلم فيه خالص. احنا هنتكلم على المنشآت اللي بتتحرك فعليا. انا جبت مبنيين مصممين من نفس الشخص سانتياغو كاليترافا. التشكيل ده هو تشكيل يوحي بالتحرك، وفي ناس بتسميه كينيتيك اركتكتشر بس هو مش بيتحرك، انما ده ارت ميوزيوم ده بيتحرك على شكل طائر في اتجاه ده وبشكل محوري. فاحنا مش هنتكلم عن التشكيل الموحي بالتحرك، احنا هنتكلم عن المباني اللي بتتحرك. في النهاية هنتكلم عن تعريف الكينيتيك اركتكتشر، هو تصميم المباني the design of buildings in which transformative mechanized structures change with climate need or purpose. هي منشآت اللي ممكن تتحرك او تتغير او فيها عناصر ميكانيكية اللي ممكن تتغير مع احتياجات مختلفة سواء كانت بيئية او وظيفية. في مصطلحات كتير جدا زي كلمة dynamic, mechanized, interactive, adaptive, deployable, reconfigurable, portable, responsive, movable, mobile, transformable, dismantle. كل دي مصطلحات تندرج تحت كلمة kinetic architecture.
بس عشان نعرف مين تبع ايه، او ممكن نصنف الموضوع ده. في ناس حاولت تصنف الموضوع ده، زي واحد اسمه مايكل فوكس في معهد ماساتشوستس في امريكا في MIT، كان عمل تصنيف للكينيتيك اركيتكشر على انها 3 انواع رئيسيه: امبيدد، ديبلويبل، وديناميك. والديناميك بيندرج تحتيه 3 انواع: موبايل، انكريمنتال، ترانسفورمبل. امبيدد اللي هي المباني المتجاوبه مع الاحداث الخارجيه بدون ما يظهر عليها شكل حركه فعلي، زي منشات المقاومه للزلازل. المبنى دون العمدان بتاعته بيحصل لها تويستنج لما يحصل زلزال، بتلف حوالين محورها، بس المبنى نفسه ما فيهوش اي شكل حركه، هو الحركه بتحصل ساعه لما بيحصل الزلزال. ديبلويبل هي المنشات اللي ممكن نحركها من مكان للتاني، وهي ممكن تكون فيها ميكانيزمات انها تكون قابله للضم والبسط، او انها تكون بتتطبق زي الخيام وزي حاجات كتير جدا احنا عارفينها. في بعد كده ندخل في الديناميك. في الموبايل زي ما بني ممكن تتحرك زي ما هي، ممكن استخدامها اثناء الحركه، زي مثلا ممكن السفن تندرج تحت كلمه موبايل دايناميك اركتكتشر، ان هي تعتبر منشا بيتحرك على البحر، يعني منشا اقدر استغله وهو بيتحرك مكانه. في الانكريمنتال هي المباني اللي ممكن تزيد وتنقص، بان انا ممكن اكبر فيها، او انا ممكن تستخدم بوكس يونت زي بلاجن سيت اللي عملوها اركيجرام، او زي التصميمات اللي اتعملت بمدرسه الميتابوليزم. هي معتمده على بري فابريكيتد يونتس، وبتزيد وبتقل، او ممكن تكبر المنشا بان انت بتزود يونتس، او تشيل منه يونتس لو عايز تعدل فيه. واخيرا ترانسفورمبل، اللي هي ده النقطه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل النهارده، اللي هي منشآت الثابته في مكانها وفيها حركه. ساعات بيحصل خلط برضو ما بين الديبلويبل والترانسفورمبل. الديبلويبل هي المنشأ اللي تقدر تضمه وتفرده في اي، ومع قابليه التنقل، يعني انا اقدر اشيله واحطه في اي مكان تاني. انما الترانسفورمبل هو منشأ ثابت في مكانه، وبيقدر ينضم او يتفرد او يتحرك، بس هو ثابت في مكانه. الفرق ما بين الاثنين ايه؟ هو الفرق ان الترانسفورمبل بيحتاج زياده اكتر في ان احنا نحط مجموعه اعتبارات زياده للاستجابه مع الوسط المحيط. زي مثال هنا الخيام المعموله في الحرم النبوي، معلش هو الكابشن مكتوب غلط، هتلاقوا ان التصميم برضو حاول يحط شويه فيتشرز او شويه رسومات بحيث تكون ملائمه اكتر للجو العام، ده مسجد. غير هنا هو هنا ما حطش اي حاجه، ده حاجه ميليتري، وبرضو في نفس الوقت هو مش لازم يكون يعبر عن شيء، هو كده كده منشأ مؤقت وغير دائم، فممكن يتشال ويتحط في مكان تاني، فمش لازم يكون في استجابه للموقع او للوسط المحيط. عشان كده الترانسفورمبل اركتكشر عامه في التصميم بيبقى فيه اعتبارات ازيد بكتير جدا من الديبلويبل اركتكشر، على الرغم من ان الاثنين ممكن يستخدموا نفس الميكانيزمات او نفس اساليب الحركه. طيب نركز بقى في الترانسفورمبل اركتكشر او منشآت القابله للتحول. هنقول انها ترانسفورميشن عامه ممكن يحصل في 4 حتت: ما بيحصل في حاجه داخليه في المنشا للانتير كومبوننتس، او ممكن يكون عنصر من المبنى بيتحرك من مكانه، او السقف بتاع المبنى، او عناصر في الواجهات. انا مش هتكلم في الانتيريور النهارده، موضوع الانتيريور كبير جدا وفي حاجات كتير جدا، بس ده ما يمنعش ان الميكانيزمات اللي هتكلم عنها ممكن تتطبق في الانتيريور عادي. فهنتكلم بعد كده طب انواع التحول او انواع منشآت القابله للتحول. في باحث كان اسمه ميزر عاصفي، هو سنه 2010 كان PhD بتاعته في المنشآت القابله للتحول، وكان برضه في جامعه ليفربول. صنف المنشآت القابله للتحول لنوعين اساسيين. النوع الاولاني اللي هو التنسايل ستراكشرز، والنوع الثاني بيندنج اند كومبريشن ستراكشرز. الاولاني معتمد على الشد، والثاني معتمد على الضغط والانحناء. منشآت الشد زي المنشآت اللي هي التنسايل ممبرين، او اللي هي ذات اغشيه مشدوده، زي المنشآت الخياميه عامه، او كومبريسيف تنسايل زي نوع من المنشآت اسمه التنسجريتي.
اللي ممكن يكون في منه نوعين، يا اما هو كبلوسترات او تكستيكريتي او تنسياريتي، ثلاث انواع، او يكون نون تنسيكريتي. بيندنج كومبريشن ستراكشرز في منها نوعين، السبيشال بار والسبيشال فريم. السبيشال بار هو في منه نوع اسمه بانتوغرافيك، وفي ناس بتسميه سيسور بير ميكانيزم، وفي نوع تاني اسمه ريسيبروكال، اللي هي المنشآت اللي بتسلم لبعض، او معرفش هي يعني ترجمتها بالعربي تبادلية استلامية او حاجة زي كده، ان هو هنتكلم بالتفصيل عنها، بس هي مبدئيا هي كل واحدة مرتكزة على العنصر اللي بعديه، كل عنصر انشائي مرتكز على العنصر اللي بعديه. والنوع الاخير هو سبيشال فريم، هو المعتمد على السبيس تراسز او الفريمز اللي هي ما فيش فيها تطبيق، بقى هو الفريم زي ما هو بيتحرك زي ما هو من مكان. لو هنبتدي الاول بالسبيشال فريم، ففي من ضمن الامثله هو طبعا المبنى بتاع ديفيد فيشر، لان هو كل عنصر من دول يعتبر سبيس فريم بيتحرك مع نفسه ومرتكز في الاخر على اكس واحد او كور خرسان واحد في النص. هنيجي بعد كده، طب ده عامل زي سبيس فريم برضو، بس الحركة بتاعته حركة خطية، وده معمول من الخشب. بس انا جبت المثال ده تحديدا لان هو برضو حتة الاستجابة للوسط المحيط، مش معنى ان انا بعمل حاجة هاي تك او حاجة فيها حركة ان انا ما استجيبش للوسط المحيط. فالمنشأ ده كان معمول لان هنا في هنا بحيرة كان غير مسموح البناء عليها، وهو الراجل يعني عايز يعمل اكستنشن فوق البحيره من غير ما ايه من غير ما يبني عليها، فراح عامل الفراغ بتاع الصاله بيتمدد فوق البحيره دي او ينكمش تاني. في نفس الوقت في فتره الشتاء الحيطان هنا سمكتها بتبقى ازيد طبعا، فبيدينا عزل اكتر. مثال تاني للاستراكشر كومبوننت، حركه سبيس فريم اللي هو ستات فونكس. ستات دون في حركتين، في حركة للأرضية اللي نجي للبر، وفي حركة للسقف، حركة خطية. زي ما قلنا سبيس فريم عامة حركته ما فيش فيه تطبيق أو في أي حاجة، هو بيتحرك زي ما هو، إما بشكل خطي أو بشكل دوراني. ميزة الستات دون إن هو اتكلف 450 مليون دولار، وفي السنة الواحدة حقق 150 مليون دولار كعائد. ازاي؟ ان هو عشان قابلية التحول بتاعته مكنته من هو يقدر يعمل كذا نشاط في وقت واحد، وفي نفس الوقت هو عشان مبنى واحد اقدر اعمل فيه كرة قدم، اقدر اعمل فيه حفلة، اقدر اعمل فيه اي حاجة. فتعددية الاستخدام خلت امكانيات الحجز فيه حتى صعبة، لان هو بقى مبنى واحد اقدر اعدد استخداماته، اقدر استخدمه كذا استخدام. السكيدولز او الجداول بتاعة الحجز مواعيد فيه بقت فعلا مكتظة، فقدر يحقق عائد أكبر من إن هو يكون كذا مبنى بالأنشطة المختلفة دي. خاصة معظم الأبنية الرياضية هو ممكن يكون على قد الماتش الكورة مثلا الساعتين اللي اشتغلهم في الماتش، وبعد كده خلاص تلاقي مبنى فاضي أو مبنى مهجور. إنما مبنى زي ده ممكن يستخدم على مدار اليوم في خلال جميع أيام السنة، سواء كان صيف أو شتاء أو أي استخدام تاني. من ضمن برضو المنشآت اللي بتتحرك، ويمكن ده من الحركات المميزة جدا، وإن كان حصل فيه مشاكل إنشائية كتير، بس حركة المنشأ ده إن هي حركة خطية في الاتجاه ده، والجزء ده بيتحرك حركة دورانية كده. ده استاد سكاي دوم روجر سنتر، موجود في تورونتو في كندا، وده كان بيقول إن هو بيقدر يتحمل أحمال السلوك لحد 5 متر فوق السقف اللي بيتحرك. وده طبعا عشان خاطر اقدر استخدم المنشأ في كل فصول السنه. برضو من ضمن المنشآت هو ستارلايت سياتر، ده حركته حركه محوريه لفوق باتجاه الاعلى، وكان ده طبعا عشان يحول الفراغ من ان دور لاوت دور، وفي نفس الوقت بيقدر يدي افكت مع مثلا بدايه الاوركسترا في المسرح، يقدر يعمل مثلا الحركه في السقف ده بحيث تدي نوع من الانبهار او نوع من الاتراكشن للناس اللي هم موجودين، او حاجه دراميه موجوده مع الموسيقى اللي شغال. بعد كده هندخل نوع تاني اللي هي السبيشال بار ستراكشرز، وهنركز اكتر في البانتوجرافيك.
اللي هي منشآت اللي هي ذات الأعضاء الفراغية اللي ممكن تطبق بميكانيزمات زي المقصات. البانتوجرافيك ستراكشرز منها نوعين، في أنواع اللي هي بأعضاء ستريت أو مستقيمة، في أنواع اللي هي الأعضاء المنحنية. زي ما قلنا من في الجزء التاريخي، الأعضاء المستقيمة هو زي الميكانيزم اللي كان عامله إيميليو بريسبنيرو، فما قلنا إن كان مشكلته إن لما نيجي نعمل أي شكل دوراني هو ساعة التطبيق بيطلع على شكل أسطواني. في نفس الوقت ما اقدرش اعمل بيه برضه كلوزد لوب، لان لو عملت كلوزد لوب بميكانيزم كله ستريت بارز مش هيتحرك اصلا. وكان الانجوليتد بار اللي هو اختراع هوبرمان اللي هو دون، هو ده اللي يقدر يحقق الحركه لو في كلوزد لوب او في حاله مقفوله. برضه من ضمن الحاجات حركه الاعضاء الفراغيه زي متحف ملواكي، وده كان معمول ان هو مجرد يبقى سان شيدنج وفي نفس الوقت اتراكشن للسياح. ده برضه منشأ كان تصميم سانتياغو كاليترافا، كان عمل حركة للمنشأ بتاع سيتي اوف ارتس اند ساينس في فالنسيا في اسبين، ان هو على شكل حركة العين، جفن العين بيفتح ويقفل بالشكل ده. نخش بعد كده في الانجوليتد بارز، هتلاقوا هنا كلها تقدر تصمم بيها كلوزد لوبز على عكس الستريب بارز، وممكن تعمل بيها اشكال زي الاوبا اللي ضمت فوق او كوره كامله تقدر تضمها وتفردها. من ضمن طبعا معظم مشاريع شاك هوبرمان معتمده على ميكانيزم ده، لان هي ده الاختراع بتاعه اصلا. منها برضو زي الايريس دوم، هتلاقوا الحركة بتاعتها هي كل عصب من دول، كل ده هنا فيه 4 دراعات هيدروليك جوه، بتقدر تفتح وتقفل شكل الايه السقف الموجود ده. بعد كده هندخل في النوع اللي بعديه اللي هو السبيشال بار ريسيبروكال، اللي هي المنشآت التبادلية أو الاستلامية. أنا معرفش أقدر أترجمها بالعربي إزاي، بس فكرتها إنها بتعتمد إن كل عصب من دول بيرتكز على العصب اللي بعديه، وبيديني هنا حاجة زي الرينج بيم في النص. بعض المنشآت إنها ممكن تكون سنجل، يعني تكون واحدة بس معمول فيها الموضوع ده، أو تكون كذا واحدة جنب بعض، أو ممكن يبقوا كذا واحدة جوه بعض، لأن طالما الحلقة دي بتعمل معاملة الرينج بيم فأقدر أرتكز جواها، حط جواها منشأ ريسبروكال تاني واقدر احطها منشأ ريسبروكال تاني جواها وهكذا. ممكن حركتها تبقى حركة عاملة زي حركة عدسة الكاميرا لو احنا استخدمنا فيها بليتس وتغطيها، فهتلاقي ان كل واحدة من دول مرتكزة على اللي بعديها، وتقدر تحركها بشكل دوراني وتقدر تفتح وتقفل بالشكل ده. من ضمن الحاجات المعمولة استاد كويشونغ في الصين، شنغهاي، معمول فيه برضه نفس الفكرة إن كل واحدة مرتكزة على التانية، فكل اللي هو محتاجه هو عمود موجود في النص هنا وشايل عليه السبيس تراس ده، وكل واحد من دول مرتكز على التاني، فبيعامل الجزء الأوسط ده على إنه رينج بيم بتتحرك معاه من بره لجوه، كل واحدة مرتكزة على التانية. وبرضه هو قال إن هو الكونسبت بتاعه في التصميم إنها على شكل وردة اسمها وردة منجولينيا أو حاجة زي كده، ودي وردة مشهورة في المنطقة دي في البلد، فحب يعني ايه يقول ان انا عملت ميكانيزم وفي نفس الوقت خدت تشكيل متوافق مع الايه مع البيئة المحيطة. جه بعد كده ده برضو من ضمن الميكانيزمات اللي دخل فيها كذا حاجة مع بعض، ان هي ريسبروكال بليت مع بانتوجراف، وده من تصميم شاك هوبرمان. وهتلاقوا برضه هو الحركة بتاعتها انها بتفتح بشكل الدايرة، برضه هو شاك هوبرمان ممتاز في الحركة دي، ان هو يخلي الشكل ثابت وبيتحرك بشكل متناغم سواء كان في الوضع الديبلويد او في الوضع المضمون. بعد كده هندخل في التنسال ستراكشرز، بس احنا هنتكلم بس في التنسال ممبرين، لان دي اخطر امثله موجوده، لان التنسايل النوع الثاني يعني هو الجزء ده اللي احنا هنتكلم فيه اكتر. النوع الثاني ده لسه ما ظهرش منه حاجات بتتحرك كتير، وان كان في لسه مشاكل في الاعتماديه بتاعتها انها تتعمل في لارج سكيل بيلدينج او منشات بحجم كبير. ف
فهنا من ضمن المسألة المشهورة جدا طبعا مسجد المدينة، الخيام بتاعت مسجد المدينة. برضو مثال ده هو استاد تورونتو، هتلاقي هنا الخيمة بتتحرك وبترتفع بشكل رأسي في الدراع ده. ثم حاليا هو السقف ده على فكرة حصل له فيلير وغيروه في سقف ثابت دلوقتي، بس هو وقتها الكلام ده بنتكلم سنة 71، ده كان يعتبر يعني فكرة جديدة أو أسلوب جديد في تنفيذ المنشآت الإيه القابلة للحركة. برضه ده ما يمنعش إن إحنا يعني إحنا اتكلمنا، تركيزنا كان قبل كده كان على حركة الهياكل الإنشائية أو حركة الأسقف، هندخل شوية في حركة الواجهات. زي مثلا معهد العلم العربي في فرنسا أو مركز الثقافة العربي في فرنسا، دون هتلاقوا إن حاول يستوحى شكل المشربية في نفس الوقت تطبقها بفكرة الديافراجم أو الريسبروكال ستراكشر، في إن هو عملها على شكل هو شكل المشروبية، في نفس الوقت حركة فتحة عدسة الكاميرا فتقدر تتحكم في الإشعاع الشمس اللي داخل المبنى. هنا مثلا المنشأ ده من الأمثلة المشهورة جدا إن هو استخدم فولدد بليتس على الواجهة، وإن هو يقدر يدي بيها تشكيلات مختلفة ويقدر يحقق نسبة إظلال جوه المبنى وكده. ده البحر، أبراج البحر في أبو ظبي في الإمارات، ودي من ضمن الأمثلة يعني مميزة جدا اللي استخدمت فكرة الفولد بليت ستراكشرز. وإن كان شوية هي فيها يعني حتى حركتها بسيطة جدا، إن هي معتمدة على بيستم واحد في النص هنا. بعدها في منشأ ده برضه حاول يستخدم بعض الماتيريالز الفليكسبل إن هو يدي تشكيل اللي انتوا شايفينه دون، الحركة بتاعته هنا مقفول بنقدر يتحرك بالشكل ده، فيقدر يحقق برضه إضاءة ويتحكم في الإضاءة الداخلية. برضه من ضمن الأمثلة هو موفينج فيل موجود في شنغهاي في الصين، ده تصميم مكتب هيثرويك، وكان حاول يستوحي باستخدام شكل عواد البامبو في الواجهة وعملها باللون البرونزي ده، وهي موجودة على ريل فوق وبتتحرك على كذا لير زي ما انتم شايفين، 3 لير وبيتحركوا ورا بعض كده، فبتقدر تديني تشكيلات مختلفة على الواجهات، تقدر تتحكم في الأظلال الداخلية. بس هو في الأساس هو الغرض إن هو تشكيل متحرك أو تشكيل أتراكتيف أكتر. طيب احنا شفنا مجموعة أمثلة سواء كانت الهيكل الإنشائية، هنجاوب على السؤال ده بقى احنا ليه محتاجين الحركة. في احتياجات وظيفية ودي ناتجة عن زي تعددية الاستخدام، ان انا اقدر استخدم المبنى كذا استخدام، ده خلاني زي منشأ مثلا زي استاد فينيكس اللي اتكلمنا عنه من شوية، خلى منشأ اقدر استخدمه لكذا كذا نوع من المنشآت، او اقدر استخدمه كذا استخدام فاقدر استغله وقت اطول، وده طبعا هيديني عائد اقتصادي احسن. برضو في ان الاهداف البيئيه زي ان انا استخدم مثلا ان انا اعمله شيدنج زي معظم امثله الواجهات الموجوده، او ان انا اتحكم في حركه الهواء في المبنى. في برضو الاعتبارات الجماليه ان انا اعمل حاجه كانها اتراكشن او عنصر جذب، وان انا اعمله بشكل دايناميك فيجوال امباكت، خلي المنظر مش مجرد حاجات استاتيك، ده المباني كلها بتتحرك قدامي في بيديني اكسبيرينس مختلفة للمكان. وطبعا عائد اقتصادي ناتج عن كل اللي احنا شفناه ده، يعني لو احنا اتكلمنا عن السبب الوظيفي فاحنا هنتكلم في اعتدادية الاستخدام، فهيبقى اوفر من ان انا انشئ كذا منشأ بكل منشأ بوظيفة مختلفة، لا ده انا هعمل واحد بيعمل كل الوظائف دي. لو هنتكلم في النواحي البيئية فهو العائد الاقتصادي هيبقى من ان انا بوفر استهلاك الطاقة، أو يتم التوفير عن كذا حاجة تانية، إن الحلول الديناميك تقدر تتحكم مثلا في الحرارة في السولار جين في الكلام ده. النواحي الجمالية إن هو طبعا أتراكشن فيقدر يجيب سياح أكتر، فطبعا برضه هيبقى له يعني عائد اقتصادي أكبر.
فعلى الرغم من تكلفتها عالية، هي ممكن يكون العائد الاقتصادي بتاعها أحسن من إن إحنا نستخدم منشآت ثابتة. المنشآت برضه قابلة للتحول عامة، هي لها استخدامات تانية، هي مش قاصرة على استخدامات العمارة، هي أساسا إحنا اللي مقتبسينها من التصميم الميكانيكي، بس هي ناس بتستخدم نفس الميكانيزمات دي في إنها تستعملها لاستخدامات طبية. زي أنا مثلا، في ناس حاولت تستخدم منشآت اللي هي التنسيجريتي في إنه يعمل او يعمل زي حاجات تحاكي حركه العمود الفقري. او هنا مثلا ده الديبلويبل ستراكشر، ده هو دخل وبيقدر يشيل بيه الجلطات من الاوراق الدمويه. وطبعا هو من ضمن الاستخدامات الشائعه جدا للمنشات دي هي استخدامات اللي هي في تطبيقات الفضاء زي الاقمار الصناعيه والحاجات دي. طيب خلصنا الجزء الاولاني، احنا ليه احنا محتاجينها، هنعملها ازاي، هو ده الجزء الثاني من الموضوع. نرجع لجدول المحتويات اللي اتكلمنا فيه في الأول. احنا خلصنا الحمد لله الانترودكشن، تعريف والتطبيقات. هندخل بعد كده في متطلبات التصميمية والتقنية والاعتبارات التصميمية وشوية أمثلة للبرامج والكتب اللي احنا هنتكلم عنها في الآخر. طيب نبتدي في ازاي هنصمم. احنا عامة كتصميم معماري احنا بنتعامل، يعني براين لابسون او كذا واحد حاول يحط تراك للتصميم المعماري، بس او يحط منهجية للتصميم المعماري بيبتدي ازاي. بس هو في الاخر براين لابسون قال ملخص ان احنا عندنا المشكلة وعندنا الحل، وانا كأن حاطط دي شبكة بينج بونج في النص واتنين بيضربوا كورة، انا هروح اعمل اناليسز وادي على سينثيسز وبعد كده اروح ده مدي لده، فهي عملية تكرارية رايحة جاية ما بين الطرفين، كأن الحل والمشكلة كأنهم اتنين واقفين بيلعبوا بينج بونج قصاد بعض، وأنا محتاج مثلا أعمل تقييم المرة دي، لا ده أنا عايز أعمل تحليل، ده أنا عايز أعمل سينثيسز. فكل ده ما ينفعش أعملها بشكل لينير. بس التعقيد، يعني إحنا بنتكلم إن ده مدى تعقيد العملية التصميمية كتصميم معماري عادي. فنتكلم في تصميم متحول أو قابل للتحول، هندخل في مشكلة أكبر، إن عشان أطلع كونسبت أنا كمعماري خبير في الأركتكتشرال ديزاين هضطر أستعين بحد خبير بالميكانيكال ديزاين، هضطر أستعين بحد خبير بالستراكشر ديزاين، وحد برضه عنده خبرة بالروبوتكس. ويفضل إن يكون كل ده موجود حتى لو بشكل بسيط عند المعماري عشان يبتدي يحط كونسبت في الأول. مش لازم يكون عندك خبرة كبيرة جدا، بس على الأقل يكون عندك دراية بالتولز الموجودة اللي ممكن تحقق بيها التصميم اللي انت عاوزه عشان تعرف تحط حلول مختلفة وتقدر تتناقش مع الاختصاصات التانية. فأنا عشان أصمم منشأ قابل للتحول لازم أكون فاهم الأنواع وأقدر أفهم الـ Design Technical Considerations اللي هي الاعتبارات التصميمية والتقنية ومتطلبات التصميمية، خاصة للسمارت والانتليجنت سيستمز، ده لو أنا حابب أعمل حاجات فيها ريسبونسيف سيستمز. أو والحاجة اللي بعديها برضو أقدر أعمل تكوينات بقى تصميمية وأقدر أقيمها عن طريق إن أنا أعمل التصميم الهندسي كينماتيك ديزاين أند روبوتكس، وأكون عندي دراية برضو بالستراكشر ديزاين حتى لو مبدئية، وأقدر أتحكم في الديزاين بروسيس ورك فلو، ان انا اتحكم في خط سير العمليه التصميميه، ازاي ادير العمليه التصميميه ما بين التخصصات المختلفه. لان انا بعمل الكونسبت هحتاج اقعد واحد مختص بروبوتكس معايا عشان يعرف اذا كنت بعمل صح ولا غلط، او يقدر يقترح عليا حلول تانية. الموضوع في الاول وفي الاخر لازم يكون في تجاوب او يكون في تنسيق، خاصه في وضع الايه الحلول الاوليه او conceptual design. برضه لازم يكون المعماري عنده درايه ولو بسيطه ب ان هو يقدر يعمل ديجيتال اوبريشن اند كنترول، يقدر يتحكم، يقدر يعمل لو حب يعمل ماكيت يقدر يحركه على الاقل. احنا مش هنتكلم انه يعمل اوبريشن بسكيل كبير، دي شغله مهندسين مختصين اكتر، بس على الاقل لو انا هعمل ماكيت صغير على الاقل اعرف احركه باستخدام تولز بسيطه زي الاردوينو او مواتير السيرفو او الكلام ده. طيب الكونسبشوال ديزاين عشان اعمله محتاج افهم حاجه اسمها كاينماتيك سينسز، وده جزء من الماشين ثيوري او اللي هو نظريات تصميم الماشينز.
وده في الاول احنا لما بنيجي نعمل كونسبت ببتدي اعمل كونسبشن الموديل اللي هو الموديل الاولي، وبعد كده ابتدي اعمل حاجه اسمها حساب ديجري اوف فريدم. طبعا الكلام ده يعني بيبان اهميته لو انا بصمم منشا فولدبل او منشا فيه ترانسفورميشن عالي، انما السبيس فريم اللي بتحرك من مكان لمكان عادي ده مش محتاج التعقيدات دي كلها في العمليه التصميميه. هنتكلم عن حاجات زي البانتوجرافيك او الحاجات اللي هي الفولدبل، تمام. ساعات بيكون حساب الديجري اوف فريدم بيكون مسليدنج، ودي برضو مشكله كبيره. هحتاج ان انا اعمل ماكيتات لكل حاجه بفكر فيها، مش مجرد ان انا اقتصر ان انا استعمل المعادله بتاعه الكينيتيك ديجري اوف فريدم فخلاص ده كده بيتحرك ده كده ما بيتحركش. مثال بسيط، لو احنا قلنا المديول ده، الموديل ده لو قلنا ان كل عصب من دول متوصل بكرة او دي سفيريكال جوينتس، فالعام الوضع العام الموديول دي ثابته ما بتتحركش، بس في الحقيقه كل عصب من دول بيلف حوالين نفسه. انا لو حسبت كينيتيك ديجري اوف فريدم هتطلع لي 6، لان كل واحده فيهم بتتحرك حوالين نفسها، على الرغم من ان انا لو عملت الماكيت بتاع الجزء ده هيكون ثابت ما بيتحركش. فالاعتماد على ان انا استخدم الحسابات في كل حاجة غالبا بيكون مش صح، يعني هو لازم اجرب وايه واصمم، ما يبقاش الموضوع ما تبقاش عملية خطية. الحاجة التانية ان انا اعمل كيناماتيك اناليسز، وده الخطوة التانية في الموضوع، وده في طرق بسيطة اللي هي جيومتريكال ميثود، اللي هي زي الطريقة دي بسيطة جدا. لو انا جبت 3 اعصاب، لو انا عندي لينكج زي ده، فهو بمنتهى البساطه راح جايب البرجل من عند نقطه ايه ويلف كده، وانا عايز اشوف النقطه سي دي هتبقى فين، فانا عندي الدراع ده راح جايب برجل تاني هنا وده برجل تاني هنا، خلاص انا عرفت مكانها فين. هحرك دي كده، هروح انا جايب الدراع ده كده وموقف البرجل وايه واعمل كده. وحاجه زي كده ممكن تتعمل بجراس هوبر برضو، لو انا هقدر اعملها بطريقه جيومتريكال او ان انا ما استخدمش اي معادلات رياضيه في ان انا استنتج مكان النقطه سي، تمام. الطريقه التانيه ان انا ممكن استخدم طرق رياضيه، وده لو انا هبتدي اعمل كود او ان انا استعمل برمجه في ان انا اطلع الميكانيزم اللي انا بعمله او اقيم الميكانيزم اللي انا بعمله. في طريقتين مشهورين، في طريقه الفيكتورز لوب ده استخدام المتجهات. انا لو عندي كل عصب من دول ده يعتبر متجه، فانا هو متجه ده، فالمفروض ان المتجهات دي تديني في الاخر المجموع بتاعها صفر. فانا مثلا لو لفيت المتجه ده كده فانا هضيف عليه المتجه ده، فده يعني ايه هبتدي اقدر اقيم الميكانيزم بتاعي عن طريق المتجهات على اساس ان المفروض كلها ايه صفر. الطريقه الثانيه اللي هي ترانسليشن ماتريسز، ودي الطريقة اللي أصلا الكمبيوتر وبرامج اللي بتعمل كيناماتيك سيموليشن بتشتغل بيها، هو إن أنا بعتبر إن كل أوبجكت له نقطة أصل خاصة بيه وبنسبها للأوبجكت التاني، سواء كانت بزاوية ميلها أو بإيه بطولها كمتجه، تمام. فأنا بتعامل مع كل أوبجكت كأنه عنصر متصل منفصل وله نقطة أصل خاصة بيه، وبنسب النقط دي كلها لنقطة الأصل الأساسية بتاعة الميكانيزم عندي. بعد كده في الكونسبت بعمل حاجه اسمها تقييم، ان انا بستعمل فورورد اند انفرس كاينماتكس، والفرق ما بين الجملتين ممكن نقوله بالمثال ده، ان انا مثلا في الحاله دي لو انا عندي اللينكج اي بي سي دي، فانا لو انا عندي المعلوم هو زاويه سيتا فاللي مش معلوم هو السي، يعني انا بحط سيتا وبشوف بعد كده السي دي هتبقى فين بعد كده. الطريقه الثانيه اللي هو الانفيرس، ان انا لو عندي النقطه سي انا عايز السي في المكان ده الزاويه دي تبقى كام، المفروض ان ده يساوي ده، يعني المفروض ان لو انا حطيت الزاويه مثلا 30 درجه فتديني السي في البوزيشن ده، لو انا عوزت السي في البوزيشن ده فالمفروض الزاويه دي تبقى 30. على الرغم على فكره الميكانيزم ده فيه حاجه انه لو ما اتحكمناش في الزوايا بتاعت الجوينتس دي ممكن يحصل ان زاوية سي دي تبقى كده، ده امر وارد، يعني ممكن الميكانيزم يحصل فيه فيلير ويبقى كده. فانا المفروض التصميم بتاعي يراعي بقى الحتة دي،
يعني انا دلوقتي مكان سي لو انا حطيته هنا ممكن يتحقق برضو بان الدراع ده يقع لتحت، ففي الحالة دي انا محتاج ان انا اعيد تصميم. فعشان كده بقول ان انا لازم اصمم في الاتجاهين، ان انا اعملها فورورد ومرة اعملها انفيرس واشوف الاتنين هيشتغلوا مع بعض او متطابقين لبعض ولا لا. بعد ما نتأكد من التصميم ان احنا وصلنا لمرحلة معينة فيه او وصلنا في التصميم، اتأكدنا خلاص ان الكونسبت بتاعنا، هندخل بعد كده في مرحلة تانية اللي هي مرحلة التصميم الانشائي. والتصميم الانشائي هنا في نقطة مهمة جدا، ان المنشأ عندنا بيتحرك مش منشأ ثابت. ما ينفعش طبعا احنا في العادي التصميم الانشائي احنا بنصمم مع وضع معين، وضع واحد وخلاص، بنبقى احنا خلصنا التصميم المعماري وادينا الانشائي صمم الانشائي على الوضع اللي انا اديته له وعمل التحليل حسب الديفليكشن او ايا يكن الحسابات بتاعته وخلاص. في المنشآت المتحركه لا، ده انا لازم اشوف كل الستيتس المتوقعه للايه للحركه بتاعه المنشأ بتاعي. في الحاله دي لو خدنا بالنا هتلاقي، لو انا مثلا عندي الكره دي بتتفرد بالشكل ده اللي هي الهوبرمان سفير اللي اتكلمنا عنها من فتره من شويه، هتلاقي هنا هو بيتكلم ان هو مضموم مفيش اي ستريسز خالص، بس هو بيتحرك ده بيحصل ان الستريس بيقعد يزيد لغايه لما يوصل لبيك معينه، وبتبقى غالبا في مرحله في النص، ما بتبقاش في اول ستيت ولا في اخر ستيت، وبعد كده بيبتدي الستريس يقل تاني لما يوصل للايه للستيت النهائي. فانا لما باجي اصمم المفروض ان انا بصمم على الورست كيس اللي هو الوضع ده، وبرضه ده ما يمنعش ان انا ايه اشوف دول. ففي الغالب احنا بنروح شايفين مثلا 10 ستيت او 15 ستيت للمنشأ، وابتدي اعمل تصميم انشائي لكل ستيت من دول، او اعمل تقييم للايه للمنشأ بتاعي عن كل ستيت من دول. تمام، فهو من الضروري ان انا اعمل فاينات اليمنت على كل ترانسفورميشن ستيتس اللي عندي. من ضمن التولز اللي ممكن تساعدنا في الموضوع ده ان انا استخدم الجينيتك الجوريزم مع الفاينات اليمنت، وده ان احنا ما يكون عندنا مثلا الديزاين بتاعنا نقدر نعمل نحوله الفاينات اليمنت موديل، بعد كده اعمل عليه تحليل وبوصل للشكل بعد التحليل اعمل له اوبتمايزيشن، ده في العادي، وبعد اوبتمايزيشن بعمل نيو ديزاين. في التحول طبعا بيبقى الديزاين نفسه بقى نفسه هو اللي بيتغير، فهقعد الف كل اللفه دي واعدل في التصميم، يعني مثلا دي الستيت الاولانيه، دي الستيت الثانيه، دي الستيت الثالثه، وابتدي اعمل اوبتمايزيشن على كل ستيت من دول. فطبعا الموضوع بيبقى اعقد من انا اصمم منشا ثابت. طيب عرفنا طريقه التصميم او احنا المفروض نعمل ايه في التصميم. هنخش بعد كده في الاعتبارات التصميميه اللي ممكن المفروض نتبعها او نراعيها واحنا بنصمم منشات القابله للتحرك والتحول. فاول حاجه الاعتبارات المعماريه اللي منها تعتبرات خاصة بالتخطيط، زي مثلا الحل بتاعنا هل هو مجدي ولا لا، feasibility of solution، equipment rooms لو انا عندي معدات وتجهيزات مكان للمواتير الكلام ده، فابتدي اعمل حسابها في التصميم المعماري بتاعي، movement tracks حركة المنشأ نفسه هتبقى فين مكانه فين، مفيش حاجة تعترض الحركة بتاعة المنشأ بتاعي. برضه اشوف متطلبات الصيانه، انا مثلا محتاج اعمل سلالم مثلا لصيانه السقف، مثلا محتاج اعمل مكان اعمل فيه صيانه المنشا واطلعه تاني. برضه المفروض اراجع على علاقته بالجزء الثابت من المبنى او substructure بتاع المبنى. الاعتبارات الثانيه الاعتبارات البيئيه، هو طبعا ان انا اشوف اصلا هل هو كحل بيئي حل efficient ولا لا، واشوف برضه علاقته بالوسط المحيط، أشوف تأثيره البيئي، وأشوف مثلا الضوضاء اللي ناتجة من الحركة بتاعته، الخواص بتاعته، خواص المواد اللي مصنوع منها، واتصاله بالمنشأ برضه وعلاقاته، مثلا لو مثلا عندي جزء بيتحرك وفي جزء ثابت، فطبعا هيحصل هنا تسريب للهواء، فأنا إزاي مثلا أعالج منطقة زي دي، فالوصلات والكونكشنز ما بين الجزء اللي بيتحرك والجزء الثابت برضه المفروض أراجعها. بعد كده في مجموعة اعتبارات هندسية أو geometrical and mechanical considerations، حاجات خاصة بالتشكيل الهندسي التكوين الهندسي والميكانيكال ديزاين بتاع المنشأ. فأنا طبعا بحاول أسعى إن أنا أبسط التصميم على قد ما أقدر،
عشان كده هتلاقوا الحلول اللي هي ما فيش فيها تطبيق او فيها، يعني هتلاقوا مثلا المنشآت اللي بتتحرك بشكل خطي او دوراني شائعة في الاستخدام على ان انا استخدم منشأ بتطبق وتفرد، لان اللي بتطبق وتفرد التصميم بيبقى اعقد في، وفي نفس الوقت مكون تصميم اعقد، مكونات اعقد، صيانة اصعب، وهكذا. برضو بحاول ألجأ ان يكون التصميم بتاعي موديولر على قد ما اقدر عشان احقق ماس برودكشن، عشان اوفر في التكلفة على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت اتحكم في السلوك بتاع الحركة. زي ما شفنا من شوية لما جينا شفنا اللينكج، ان انا ممكن احقق النقطة سي، ممكن يحصل دروب اصلا للدراع ده، يطلع لي النقطة سي هنا برضو بس حصل دروب الدراع. فانا لازم ان انا اتحكم في البيهيفيور بتاع المنشأ، يكون فعلا لما يجي يتحرك يديني الحركة اللي أنا متوقعها ليه. بعد كده الاعتبارات الجمالية، لأن أنا منشأ ده في الأول وفي الآخر الناس كلها هتشوفه وهيكون منشأ ثابت، فلازم يكون مرتبط بالوسط المحيط، فطبعا لازم آخد باعتبار الاعتبارات الجمالية للمنشأ بتاعي، غير طبعا deployable structures ممكن ما راعيش فيها الجزء ده أوي. بعد كده نخش في التكنيكال كونسيدريشنز، ودي في جزء منها اتكلمنا عنه زي ما اتكلمنا في الاستراكشر ديزاين. طبعا المفروض اراعي الديد لود واللايف لود والانفايرمنت لود زي الرياح والزلازل والتلك. برضو لازم اخد بالي من ان انا هصمم على كل الحالات بتاعت المنشأ. طبعا لازم اتحكم في السرعة على قد ما اقدر، السرعة الزيادة هتبقى خطر عندي. أنا مش مهم عندي إن أنا أعمل المنشأ بيتحرك بسرعة، أكتر ما يهمني إن يكون استجابته تكون معقولة بالنسبة للاستخدام بتاعه، بس وقت ما يحصلش فايبريشنز عالية ممكن توقع لي المنشأ. برضو لازم أحط بلانز للسيفتي والمونيتورينج، حاجات تخص الأمان والمراقبة للمنشأ. بعد كده النقطة التانية هنتكلم في الماتيريال سيلكشن. طبعا لازم عشان خاصة لو هستعمل حاجات فليكسبل وحاجات فيها جوينتس كتير وكده، فلازم تكون ديورابل، اللي هو في اكسبكتنسي بتاعها يكون عالي، وزنها طبعا لازم يكون قليل على قد ما نقدر مع الديورابيلتي. وكل ده لازم نراعي التكلفة، ويفضل طبعا انها تكون سستينبل وان انا اقدر اعمل لها مينتيننس، اقدر اعمل لها صيانة. في ناس بتتكلم في حتة النظافة مثلا، يعني لو انا هستخدم مواد فيها نانو كوت مثلا ما توقفش عليها تراب هيبقى احسن، عشان ما احتاجش ان انا اعمل صيانه دوريه ليها. ندخل بعد كده للمينتننس اند اوبريشن سيفتي. فانا ده برضو بعض الاعتبارات اللي هي مثلا لازم اراجع المواصفات بتاعه المنشأ بتاعي عشان اقدر اعمل الخطط بتاعه الصيانه، سواء كانت الصيانه الدوريه او الصيانه المفاجئه. وده يحتاج ان انا اعمل كولابوريشن مع التخصصات التانية واعمل تنسيق معاهم، واحاول احط خطط لمنع المخاطر. يعني مثلا لو حصل مثلا ان المنشأ بتاع السقف بتاع وقع مرة واحدة، فانا المفروض اراعي في التصميم لو خاصة مثلا منشأ خيامي، فانا هحط كابلات زيادة بحيث لو وقع من حد معين تشيله مثلا. فدي بعض الحاجات اللي المفروض اراعيها وانا بصمم المنشأ بتاعي واحط المواصفات بتاعته. وفي في الاخر ان انا محتاج ان انا اعمل لوج، حاجه تعمل مونيتورنج برضه وبتعمل ريكورد لكل حاجه بتحصل، بحيث لو حصلت مشكله مثلا والقرار التاني بقى احنا عرفنا احنا حليناها ازاي قبل كده، او مشكله دي مثلا قرارات كتير طب احنا محتاجين نعيد تصميم الجزء ده، وهكذا. واخر حاجه طبعا الاعتبارات الاقتصاديه، نشوف المنشأ بتاعي ده هل التكلفه بتاعته مقارنه بالعائد، ان انا اشوف اللايف سايكل كوست، الاوبريشن كوست والكلام ده كله، لان تكلفه منشأ زي ده طبعا المنشآت دي عامه بتبقى تكلفتها عاليه، وان انا احط تصميمات جديده بتبقى تكلفتها اعلى، لان انا اخش في بروتوتايبنج ومراحل تصميم مختلفه، ففي الغالب بتبقى الناس بتميل للحلول الموجوده قبل كده، ولا طب لا هتحلم اللي موجودين قبل كده، حاجه مضمونه احسن من ان احنا نفكر في حاجه جديده. وده غالبا بيقلل الكرياتيفيتي في الحلول دي على فكره، يعني بيخلي الناس برضه محكومه في التصميم قوي، لانها بتبقى خايفه، خاصه لو بنتكلم في حاجات وايد سبان زي الاستادات والحاجات دي.
بعد كده دي بقى المرحلة الأخيرة، أنا آسف إن أنا طولت عليكم. هنخش في Design and Evaluation Software، اللي هي البرامج اللي ممكن استخدمها في التصميم والتقييم. إحنا زي ما خدنا بالنا من الاعتبارات إن إحنا في عندنا تصميم مبدئي Kinematic Analysis، في Structural Design، وفي Prototype Operation. أنا هبتدي أعمل فكرة، ابتدي اعمل تحليل الحركه، واعمل ستراكشر ديزاين تصميم انشائي، وابتدي اعمل تحريك للبروتوتايب لو انا عملت ماكيت. واحنا قلنا احنا ايه اهميه ان احنا نعمل ماكيت، لان ما ينفعش ان انا اشتغل التقييم بتاع كيناماتيك اناليسز ده لغايه دلوقتي ما فيش حاجه دقيقه ليه. البرامج اللي ممكن استخدمها، هو اكتر حاجه يعني الناس بدات تستخدمها الفتره الحاليه هي رينوسورس مع جراس هوبر، وكيناماتيك اناليسيس في الحاله دي هنستخدم الكانجرو، خاصه لو بستعمل فولدد بليت ستراكشرز. الكانجرو ده بلجن بيتحط موجود في الجراس هوبر، والتصميم الانشائي هيتم عن طريق الكرامبا. وميزه الكرامبا ان هو انستنت، بيقدر يدي النتيجه وانا شغال في التصميم، فانا اقدر اعمل تقييم انشائي على طول وانا شغال. والكرامبا برضو بيتسطب للجراس هوبر. وبعد كده البلجن الاخراني اللي هو فاير فلاي، ده اللي اقدر اطلع الداتا بقى من جراس هوبر وابتدي انقلها للاردوينو عشان اعمل حركه للبروتوتايب اللي انا هشتغل عليه. في برامج تانية زي مثلا اوتو ديسك فورس افكت، وده برنامج لطيف جدا لان هو تقدر تسطبه على موبايلات الاندرويد، وتقدر تعمل تصميم لميكانيزمات عليه وتقيمها. حلو ان انا بقدر اعمل سكتش على طول بالقلم كده، واقدر اشوف اختبر بيه الميكانيزمات. هو مش دقيق قوي بس الى حد كبير جدا هو افكتيف جدا يعني في التصميم. ممكن نستعمل التولز بقى بتاعت التصميم الميكانيكي كلها، وده انا ما اقدرش اقسمها لان هم دول مع بعض، يعني يا اما استخدم الفيوجن مع الداينامو او الاوتو ديسك انفرتر مع الداينامو. كل دول يعني الانفنتور بيقدر يعمل اناليسيس اصلا، كيناماتيك اناليسيس، ويقدر يعمل ستراكشر ديزاين في نفس الوقت، وان كان هو هيبقى ابطا بكتير جدا من ان انا استخدم الجراس هوبر مع الراينو. بس مع الداينامو برضو اقدر ان انا اعمل ان انا اقدر برضو احرك الاردوينو، او ان انا اعمل تصميمات برضو فيها ايه تفاصيل معقده اكتر، او حاجات بارامتريه زي الجراس هوبر. واخيرا طبعا استخدام الكاتيا والسوليد ووركس، واي برنامج بقى تصميم ميكانيكال بعد كده ده ممكن يفيدنا. بس انا في الغالب يعني انا بحب التولز في الاول، حتى انا في دراستي استخدمتهم، لان دول اسهل في التصميم واسرع واخف على الجهاز من ان انا استخدم مثلا الكاتيا. الكاتيا ده لو انا فعلا وصلت للمراحل الاخيره، كاتيا او الانفنتور، لو انا استخدمت لو انا وصلت للمراحل الاخيره للتصميم، ابتدي فعلا اقيمها عليه بقى، ان انا فعلا عرفت الميكانيزم عامل ازاي، مقاسات المفصلات قد ايه وكده، اقدر احط لها مواصفات والكلام ده على الانفنتور. في الغالب الجراس هوبر والراينو بيبقى الشغل عليه كونسبشوال اكتر من ان انا اشتغل على البرامج اللي موجوده تحت. برضه في الحركه في ناس بتقدر تحب تستخدم اللاب فيو، وده شبه الجراس هوبر شويه بس في التصميم الدوائر الالكترونيه وكده، وان انا اقدر اعمل برضه تحريك على الاردوينو. تمام، ودي برضه دي كده يعني ايه، انا ما قلتش كل برامج، انا يعني ده حاجه بسيطه جدا، دي مجرد امثله خلاص. وبعد كده ندخل في آخر حاجة، وهي إيه الكتب اللي ممكن نقراها لو حبينا نعرف معلومات أكتر عن الـ Kinetic and Transformable Structures. في كتب بتتكلم عن الموضوع بشكل نظري، منهم الخمس كتب اللي فوق دول من مؤلف واحد، وانا كان ليا الشرف ان هو ده كان المشرف. فهو كتب اللي هي ترانسبورتبل انفايرمنت 1 و 2 و 3، فليكسبل اركتكشر، واركتكشر موشن. دول كلهم من تاليف روبرت كرونبرج. والكتب اللي تحت الديبلويبل ستراكشرز، ده برضه بيتكلم عنها بشكل نظري، وده يعتبر يعني ده تقريبا 2015، من الكتب الجديده شويه مش جديده قوي يعني. انتراكتيف اركتكشر ده بتاع مايكل فوكس اللي اتكلمت على التصنيف بتاعه، وده موف، ده اللي عامله باتريك شوماخر ومجموعه موف.
وده كتاب قوي جدا، في حتى الاكواد اللي ممكن تستخدمها مثلا في كود الاتحاد الاوروبي، الاكواد اللي ممكن استخدمها في التصميم او ارجع لها في تصميم الاجزاء معينه في المنشات المتحركه. فهو كتاب يعني من الكتب الجميله جدا اللي منسقه الموضوع بشكل نظري وواضح وسلس، يعني ينفع للايه، للطالب اللي لسه عايز يبتدي يعرف يعني ايه عماره ديناميكيه او عماره حركيه. والكتب ده بيتكلم عن الكتاب ده بتاع ميزر عاصف اللي انا اتكلمت عن التصنيف بتاعه، اللي هو اتكلم عن Transformable Structures، وده من الكتب الممتازه جدا اللي تناولت الموضوع كاساليب تقييم واساليب اداره العمليه التصميميه بالتفصيل واعتبارات التصميم. لو حابب تعرف اكتر في تفاصيل نوعيات معينه من المنشات، يبقى هندخل بقى في كتب تفصيليه شويه، زي مثلا في كتاب زي ده بيتكلم عن تصميم المنشات اللي هي فولدبل بليتس، اللي هي معتمد اساسا على فكره الاوريجامي، او نشوف كتب اللي هي بتاعت تنسيجريت ستراكشرز المنشات المتكامله الشد، ودول بيتكلموا في الغالب على المنشآت الثابته اللي فيها التنسيجريت ستراكشرز مش المتحركه، بس في اجزاء منها بتتكلم عن التحرك بس لسه كونسبشوال لغايه دلوقتي. برضه في شويه كتب زي الكراكتر وروف ستراكشرز، ده من الكتب الممتازه جدا في تصميم المنشآت اللي هي بتتحرك من مكانها خاصه الاستادات. الكتاب ده جاب تفاصيل الإنشائية حتى وتصميم المنشآت دي، سواء كانت كأحمال أو كاعتبارات تصميمية وتقييم لبعض المشاريع دي، خاصة في مشاريع منها حصل فيها فيلير وكده، فاتكلم عنها برضو واتكلم عن مشاكلها. الكتاب ده قوي جدا، هو ده كان من سنة 2000 بس، يعني من الكتب المهمة جدا في المنشآت اللي هي بتتحرك، مش الفولدبل اللي هي زي السبيس فريم اللي هو يقدر يتحرك حركة خطية أو حركة دورانية، مش المنشآت اللي هي الفولدبل أو الترانسفورمبل بار ستراكشرز. تمام. الكتاب ده برضو كتاب تاريخي بيتكلم عن الريفولفنج اركتكتشر، وده اللي اتكلمت زي مثلا الأمثلة اللي جبتها لكم بتاعة المستشفى والحاجات دي كلها من الكتاب ده. ده مركز أكتر على المنشآت اللي بتدور بس ده كتاب تاريخي ما فيهوش حاجات تخص الديزاين قوي. الريسبروكال فريم اركتكتشر ده بيتكلم عن منشآت الريسبروكال والتصميم الانشائي بتاعها بس في الوضع الثابت مش متحرك، بس ده يعتبر اساس لتصميم نوع متحرك منها برضه. ندخل بعد كده في كتب ادفانسد شويه، بس ده ما ينفعش ابتدي فيها، يعني انا عايز تدخل في الكتب دي لازم تكون على الاقل قريت كتاب من الكتب اللي فاتت. ده الكتاب اللي على الشمال ده بيتكلم عن جيومتريكال ديزاين، هو كتاب اسمه موشن ستراكشرز، وده بيتكلم عن المدخل استخدام الماثيماتيكال ابروتش لتصميم المنشآت او الحاجات الفولدبل والديبلويبل ستراكشرز. واللي على اليمين الاستراكشر مركز اكتر في الاستراكشر ديزاين. الكتاب الاحمر ده تركيزه اكتر على المنشآت اللي هي التطبيقات اللي Aerospace Engineering، يعني أكتر مش منشآت أرضية، معظمها منشآت في الفضاء ده زي الأقمار الصناعية وخلافها، وده مركز أكتر في المنشآت الأرضية، المنشآت اللي هي القابلة للضم والبسط أو Deployable and Transformable Structures بس اللي هي الأرضية، فده بيتكلم أكتر على الأرض وده بيتكلم في الفضاء. في الاخر هنقول برضو في مواقع لبعض الشركات اللي ممكن ترجعوا لها المختصة اكتر بتصميم منشآت قابلة للتحول او ترانسفورمبل اركتكتشر، زي يوني سيستمز وهوبرمان اسوشيت وهيثرويك واس ال راش. يوني سيستمز اكتر مركزة على سبيس فريم، مش شغالين فولدبل كتير. هوبرمان اسوشيت شغال فولدبل اكتر واللي هو بار ستراكشرز. هيثرويك عامل شوية حاجات كرياتيف ومعظمها برضو في النوع ده اللي هو الفولد والبار ستراكشرز، والاس ال راش دول طبعا دول بتوع التنتس زي خيام الحرم، هم اللي مصممين خيام الحرم وخيام مسجد الحسين.
أخيرا أحب أقول كود كان قاله بكمستر فولر، بختم بيه البرزنتيشن بتاعي. هو بيقول society operates on the theory that specialization is the key to success, not realizing that specialization precludes comprehensive thinking. إن التخصص الزايد ممكن فعلا يحد من المعرفة الشاملة للأمور. ف لما جينا اتكلمنا على الترانسفورمر كان لازم يكون على الأقل في دراية ولو بسيطة ببعض التخصصات التانية عشان تبتدي تصمم المنشأ بتاعك. شكرا جزيلا ليكم، ودي معلومات التواصل بتاعي لو حبيت تسألوا أو تستفسروا عن أي حاجة. شكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك. لو ممكن دكتورة ديانا أو دكتور حسين يشرفونا بمداخلة. السلام عليكم، انا وعليكم دكتوره السلام. دينا زميله الدكتور حسين عندنا في جامعه الزقازيق. انا بس كنت عاوزه اعبر عن يعني تقديري للموضوع وقد ايه هو مشرف، واتمنى له دايما التوفيق والنجاح، واحب اسمع كتير تاني في الموضوع ده لانه هو فعلا موضوع شيق. شكرا جزيلا دكتور، ورب اسمع من حضرتك كل خير، ورب اكون عند حسن ظن حضرتك دايما. كتر خيرك يا دكتور حسين والله. طيب في اي حد عنده اي مداخله او اي اسئله؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسموح لي أعمل مداخلة؟ طبعا. الأول أنا بتقدم بخالص الشكر، عميق شكر للدكتور حسين، الحقيقة محاضرة راقية وسرية وفيها مجهود فظيع وموضوع يعني جديد وفيه كل الصفات الجميلة يعني. ففي البداية بس بتقدم بالشكر لأخونا المحترم الدكتور حسين. وعندي بس تساؤل بسيط بعد إذن حضرتك يعني. تفضل حضرتك. هو يعني إحنا البيز الكبيرة بتاعتنا أيا كانت التخصصات العلمية الدقيقة بتاعت كل مننا، اللي بيشتغل في استدامة، اللي بيشتغل في تكنولوجيا بناء، واللي بيشتغل في تاريخ ونظريات، واللي بيشتغل واللي واللي. لكن في النهاية إحنا لينا ماركت. اللوكال ماركت اللي احنا يعني بوجه عام بنستهدفه او الماجوريتي بتاعتنا بتستهدفه، بيتهيألي ان احنا في ليميتيشنز باتيتيود معين كده في الشغل. لما بشوف المحاضره زي بتاعت الدكتور بحس ان مغمض عينيا وبعيش احلام جميله وسعيده في عالم العماره بالتطور التكنولوجي الباعث والمانح لهذه الافكار. هو السؤال باختصار بقى في عبارة تلغرافية، هو الفجوة بين بنقول ايه Egyptian real context، السياق اللي احنا بنعيشه، وبين الأحلام دي في كلمة واحدة هيقولها لنا الدكتور حسين. هو من المحتمل ان احنا نركب هذا الركب، ولا الكلام ده يعني بين قوسين للفرجة بس؟ وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا سؤال حقيقي. هو فعلا سؤال جميل جدا، والنقطة دي يعني فعلا دايما بسألها لنفسي يعني. بس هو في الغالب يعني في شوية حاجات بنحاول نضيفها حتى لو على سكيل بسيط يعني. أنا في مصر حاولت أعمل تصميمات فعلا فيها فولدينج وكده يعني. مثلا عملت لواحد قريبي تصميم لغرفة، كان هو عنده أوضة 3x5 وعايز يحط فيها سفرة وانتري وصالون. قلت ازاي هتعمل لي كل ده في فراغ زي ده؟ بمنتهى البساطة فكرت ان انا اعمل ترابيزة السفرة بتطبق في الحيطة، ومكتبة التلفزيون تكون موجودة. فده حل المشكلة فعلا بسيطة، وعلى فكرة بتواجه ناس كتير جدا. فهي كده يعني، مش لازم تكون حاجة بلارج سكيل، مش لازم تكون حاجة هاي تك. احنا بنتكلم في حلول حتى لو حاجات فرنيتشر وحاجات في الخشب، حاجات بسيطة صغيرة
ليه لا ما نعملش حاجه زي كده؟ ليه ما يكونش عندي الاساس العلمي او النظري اللي يخليني اقدر اصمم حاجه زي كده حتى لو بسكال بسيط او بسكال ضيق؟ ممكن يعني نستفاد بحاجات زي كده. فان احنا نتطرق او نتعلم حاجات فيوتشرستيك او حاجات فيها ميكانيزمات او حاجات فيها الكلام ده، هو ده مجرد توسيع مدارك بالحلول اللي موجودة أو حلول مطروحة، بحيث لو حد حب يرجع لها في أي وقت، حب يصمم، ما يحسش إن في عائق قدامه إن هو يحقق أو يطلع تصميم اللي هو عاوزه. وأتمنى معذرة يا دكتورنا، هو لو تسمح لي كمان مداخلة صغيرة. اتفضل. هو أنا في إيدي دلوقتي بروجيكت عبارة عن مجمع مدرجات. مجمع المدرجات ده متصمم قديم، فأنا بعمل له أبجريدنج. الحقيقة طبعا إحنا كمعماريين دايما إحنا أول كده كلمة في السطر، فإحنا اللي دايما بنتعامل مع الزبون، وإحنا اللي بنستوعب المشاكل، وإحنا اللي بنقعد نطبطب على ده ونسكت ده إلى آخره، على ما نقنع الناس بشوية أفكار احنا نفسنا لابد نكون اساسا مقتنعين بيه. مظبوط كده؟ تمام. طيب اذا كان المدرج ده على قديمه بمواصفات ما، اجد ان الترند كله مش مساعدك يا ايها المعماري انك انت تحقق حتى ابسط الافكار القديمه اللي اتعلمناها من واحنا في اولى اعمار الفن العلمي، اقامه مباني تتوافر فيه شروط المنفعه شروط التهويه والاضاءه والمنظر الجميل. كل الكلام ده اتقفل نتيجة إن أنا هلاقي جنب مني اللي المفترض إنهم جزء من التيم ورك بتاعنا اللي هم بتوع ميكانيكا وبتوع كهرباء، يقول لك يا دكتور والنبي الكلام ده بقى قديم قوي، باللفظ كده الكلام ده بقى قديم قوي اللي بتتكلموا فيه، بلا استدامة بلا تهوية بلا تشميس بلا لودز حرارية بلا ميكانيكية بلا غيره، ويلا نقلب المدرج ده. أهو المدرج كباسي بتاعه مش صغير، يعني بنتكلم في 600 بني آدم أو 700 بني آدم في مدرج زي مدرج كبير. لما نيجي يقول لك اقفل الكلام ده على هيئة بوكس واعمل لي سنترال اير كونديشنج، ولا تتكلم لي بقى فلوفرز ولا حاجات بقى متحركه ولا غير متحركه، ولا الدنيا بالنهار حلوه ولا الجو كويس فنفتح الدنيا للهواء والى اخره. ففكره انه تيجي لنا العامله البسيطه تقول لك يا دكتور والنبي خد بالكم انا الشبابيك عاليه، انا لما بيتساب شباك واحد مفتوح بكون ملمع المدرجات والبنشات، بصبح تاني يوم الاقيها تراب. كلمة بسيطة من شخص بسيط لكن تستدعي منك انك انت حضرتك تشوف لها حلول. لما نيجي نسقط الحلول دي على ارض الواقع نلاقي نفسنا دخلنا في القصة الجميلة بتاعت الدكتور حسين، قصة الميكانيزمات. الميكانيزمات دي بقى اللي احنا بنشوف لها حلول لشباب. يا بتضحك او حاجة في وسط الكلام وكهرباء ونقلبها كده، ولا فعليا على ارض الواقع نقدر نلاقي حاجه، مش هنقول سمارت ولا حاجه كنترولابل، ولا وجهه نظر حضرتك يا دكتور؟ واسف على الازعاج. ما فيش مشكله، يعني اقول لحضرتك مثال بسيط زي مثلا حضرتك اتكلمت دلوقتي على موضوع شباك عالي مثلا. طب ما في مثلا ميكانيزم قديم خالص اللي هو دراع بمفصله ويكون طويل مثلا ارتفاعه 5 متر واقدر اقفل الشباك وانا واقف تحت، مع ان الشباك على ارتفاع 5 متر فوق. لما ده حل ميكانيكال وبسيط جدا وممكن تعمله عند اي حد يد، ومش محتاج يكون سمارت ولا محتاج يكون انتليجنت ولا الكلام ده خالص. ممكن العامله ترفع الدراع وتقفل الشباك. يا فندم بالفعل المبنى مليان من الدراعه دي وانا شايفه خالص، لكن فعليا على ارض الواقع يظهر الناس يا دكتور حسين كانوا جدران جامدين، فالواحد بيقدر يزق الدراع اللي طوله 6 متر ده فبياخد في سكته كده 4-5 شبابيك، فاللي كان كده محوري على محور افقي فبيتقفل. ده عايز النهارده 5 يزقوه وقصه كده بقت غير مقبوله. اذا كان زميلك اصلا اللي بتاع ميكانيكا بيقول لك انت بتكلمني في حاجه كده بقت متحفيه اولد فاشن. احنا فخلينا ان احنا لو عدينا كده حتى نستفيد من التكنولوجيا، يعني وارد او متاح او نلاقي كده في السياق المصري حد كده نقوله لو سمحت اربط لي الكلام ده على سيستم كهرباء او ميكانيكا، يقوم نقول له كده يطلع المحاضر كده بعد الطلبه بتوع او وات ايفر يعني او العامله، وانس ان هو كده يعمل سويتش اوف كل حاجه تتلم وتتقفل كده لغايه تاني يوم نلاقي الدنيا نظيفه. ده فكره ببساطه، يعني انا عارف ان حلولها معقده بيتهيألي كده والله اعلم، لكن هو اليوزر عشان يوصل لحاله البساطه الشديده ان خلصت المحاضره ومشيت والطلبه والموضوع ده كده انفض، بيتهيألي ده هيعوز برده شويه حاجات. كان سؤالي لحضرتك اكيد بقى من خلال سنوات المذاكره في العماره الحركيه ده، هي الكلام ده في السياق المصري بدا يبقى له بذوغ، بدا يبقى له وجود،
ولا ما زال برضو أحلام؟ هو انا ما اقدرش يعني، انا بالنسبه لي ممكن يتعمل يعني، انا شايف ان ليه لا، بس انا ما اقدرش اقول ان انا مدرك او عندي درايه باللي موجود دلوقتي في مصر ايه، لان مهما كان انا ما اقدرش اشوف كل المشاريع اتعمل فيها ايه، بس انا يعني اللي احنا عارفين في ناس بتعمل سمارت سيستمز في البيوت دلوقتي وبتطلبها، فده معناه ان الامور وارده، بس ان انا اقنع بقى مثلا مستثمر في سكيل كبير يبتدي يستخدم حاجه زي كده، دي برضه لسه فيها كلام كتير. يعني زي مثلا موضوع الاسقف اللي بتطبق، انا شفت كافيهات في مصر عاملاها، وده اعتقد يعني ده معناه ان موجود الحلول موجوده، بس الفكره ان انا اقنع بقى الانفستور او اقنع المستثمر او صاحب المنشأ نفسه اللي هو هيعمله. هو الجميل يا دكتورنا في حاجة، لما المعماري يطلع محظوظ ويلاقي زبون ثري وزبون عنده يعني حالة أو بواعث نفسية تدفعه إن يعمل شيء unprecedented، حاجة كده هو يتفرد بها ويتميز بها أي تكلفة، ويرجع بعد أو فهمي في دراسات أو بحوث تالية يرجع يفلسف الكلام ده، والواقع كان حاجة تانية ساعتها. فالنهارده الكلام ده انا بيتهيألي كده اشبه، معلش كده، بملابس الرجاله والستات والبتاعات، لمجرد ان واحد كده هيروح يلبس قميص ثمنه 10,000 جنيه في المعتاد ان ثمنه 100 ولا 200 ولا حاجه، لمجرد ان هو يبقى عنده يعني القطعه الفريده اللي مش عند حد. فلكن النهارده احنا مش بنتكلم حتى في دي، في المبنى اللي هيروح يجيب ثمنه في سنتين ثلاثه لمجرد ان الناس تنبهر بيه وتروح، لا بنتكلم في مدرج عايز يتعمل ابجريدنج، بدل ما كان بيتشد بالدراع الحديد اللي كان عايز واحد جامد شويه، فالواحد الجامد ده ما عادش موجود، بقت فيه ست غلبانه هي اللي بتلم المدرج بعد المحاضر. الكلام ده في ميكانيزمات خدت خطوه تطوريه سنه نقوم احنا حتى ناكل عيش عليها كمعماريين، نقول عملنا شيء، ولا نخلينا في القديم ونعمل بقى كده بالمتر المسطح توريد وعمل شبابيك الومنيوم مش عارف ايه بالمواصفات القديمه اللي كانت بتتعمل زمان وشكرا. لا هو الموضوع ببساطة يعني، الموضوع لا ينفع يتطبق وممكن ما يكونش محتاج تكلفة عالية على فكرة، الحلول ممكن تكون مش غالية قوي يعني، مش هنقول دبل السعر يعني، ممكن تكون مثلا مرة وربع أو مرة وتلت، ممكن تكون أرخص على فكرة على اللونج تيرم يعني، الموضوع ده كله محتاج تقييم في الأول، هو مش يا معنى إن فندم أنا هي عملت تلاتة ارخص، هي اكيد ارخص، لا انا بفكر كده اكيد ارخص لسببين. لو سمحت انا لو متخيل تسيبوا المجال لناس تانية الناس تسأل يعني، ممكن لو سمحت يعني، يعني كده ده حديث انفرادي، ممكن تتكلموا بعد كده مع بعض، وأرجو إن يعني يبقى الوقت محدود لكل سؤال عشان في أسئلة كتيرة. أنا عايز أحيي دكتور حسين وأشكره على المجهود اللي عمله، وأقول إن ده مسار إحنا ابتديناه مع بعض من 12 سنة، فاكر يا حسين؟ طبعا عمري ما انسى دكتور خالد ابراهيم نبيل، ده الدكتور خالد هو اللي اقترح اصلا ان انا ابتدي في الموضوع ده من سنه 2008، من اول ما اتخرجت 2007. طيب، ونظرا لان انت ما شاء الله مجتهد وشاطر، كملت ودست في حاجات كتيره جدا، ونرجع بقى لاصل الموضوع ان ده شغل مستوى عالي جدا، بحييك عليه، وانت مريت بمراحل كتيره فيه، وصعوبه العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده ان هو مالتي ديسيبلينري وليه ابعاد كتيره، معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، ودي يعني ناس يعني من قول العزم اللي يقدروا يدخلوا في الحاجات اللي filling the gap in between. وبالمناسبة الناس اللي ليها قيمة بره والشغل اللي ليه قيمة هو الشغل اللي بيملى الفراغات ما بين العلوم التقليدية، ومش بالضرورة يكون ليه سوق دلوقتي. كل الناس الفيجنري اشتغلوا على حاجات كانت سابقة لأوانها، زي ما شفنا كده المباني اللي كانت من سنة 35 ولا من سنة حاجة و50 والكلام ده، وبعد كده بترجع تتطبق وليها ابلكيشنز بتظهر بقى كل شويه. ف لازم نكمل في الحاجات دي، وليها ابلكيشنز صغيره جوه البيوت زي ما دكتور حسين كده شرح لنا ازاي حل مشكله ليفنج روم والكلام ده. واحب اضيف كمان بالمناسبه ان انا بكلمكم دلوقتي من اسماعيليه، كان عندنا سينما هنا من الستينات، السقف بتاعها سينما صيفي، السقف بتاعها بيفتح ويقفل، من الستينات موجوده يعني، زي بالظبط هو ما عداش على حته
في المسجد النبوي اللي راح يا جماعة عمرة ودخل جوه المسجد، معرفش خد باله إن في أوبب بتتحرك سلايدنج على ريلز بتفتح. أكيد في ناس كتير منكم خدوا بالكم الكلام ده. ده أبليكيشن كان معمول هنا هوت من 60 سنة. أوكي، إحنا مش شرط عشان السوق حالته تعبانة أو في ناس بتفرض القيم بتاعتها علينا إن إحنا نستكين وما ندرسش وما نتكلمش وما نطلعش للمستقبل. وبالمناسبة أنا لسه الأسبوع ده طالع لي براءة اختراع في أبليكيشن من اللي بيقول عليه الدكتور حسين عصام، دي ممكن نبقى نتكلم فيها محاضرة لوحدها بعد كده. كنا اتكلمنا من شوية على الواجهات اللي بتتغير. الحمد لله حصلت على براءة اختراع على لوفرز سيلف موتورز بتشتغل لوحدها، بتتبع مسار الشمس، تقوم تقفل زوايا الشمس اللي بتيجي دايما من الشرق ومن الغرب، اللي تكون الشمس صعبة جدا لأن اللوفرز تتحط على المباني وتكون فيها دايما فيها مشكلة ما بتحجبش حاجة. anyway أنا مش عايز أطول، وأشكرك تاني يا دكتور حسين، وربنا يوفقك وأنت رفعت رأسنا. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور مصطفى ربيع أستاذنا الغالي، اتفضل. دكتور مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام السيد الغالي، اتفضل. دكتور حسين، ازيك يا دكتور أولا أنت وحشنا جدا صراحة. جدا 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 يعني، دي أول حاجة. تاني حاجة بحييك على المحاضرة القديمة اللي مليانة معلومات، يعني مش عايز أقول لك من أيام، يعني فعلا ثرية جدا بالمعلومات. يعني زي ما بيقولوا اللبنانيين، أنا دلوقتي في لبنان، الله يعطيك ألف عافية. الله يكرمك يا دكتور، والله ده يعني ده شرف لينا والله إن حضرتك سمعت. أنا هضم صوت الدكتور خالد. الحقيقة هو إحنا يمكن الحمد لله مصر بيبقى كل فترة كده بيبقى يكون في زي ما بيقولوا جيل بيغير، جيل من التغيير. ممكن بتحصل فترة في مصر كده بيبقى فيها ركود شوية ونبقى ماشيين مع السوق ومع الاقتصاد ومع السياسة، بس بيحصل شوية في طفرات إن حد بيجي يغير. وأنا أتوسم في الدكتور حسين إن هو هيكون من الناس اللي هيغيروا في مصر إن شاء الله في المستقبل، يعني لما يرجع بالسلامة. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لموضوع الدكتور حسين، على فكرة هو بدأ يتطبق فعلا في مصر، مش في مصر بس، كمان في الوطن العربي، وخصوصا هنقول في مصر في الأكاديمية بالذات. يعني بدأت الأكاديميين بدأوا فعلا يعملوا تطبيقات ويعملوا مودلز ويطبقوها في الحقيقة ويعملوا لها تيستينج ويعملوا لها ميكانيزم، وده في حد ذاته يعني بارقة أمل إن فعلا مباني فعلا بسكيل كبير إن شاء الله تطبق يعني. فربنا يعني يديك ألف صحة وعافية، وإن شاء الله نشوفك قريب على خير يا دكتور حسين. بارك الله فيك. الله يكرم حضرتك، الله يكرم حضرتك، ونشوف حضرتك دايما بخير بإذن الله. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك يا دكتور. في أي حد عنده أسئلة تاني؟ دكتور حسين مرحبا، حابة أقول لك يعطيك ألف عافية، وبدي أقول لك كمان في لك لكم جمهور للبي أي أم أرابيا، لكم جمهور بلبنان، سو أنا دايماً عم جرب تابعكم وأحضر المحاضرات، سو ثانك يو سو ماتش على الانفورميشن. ثانك يو دكتور حسين للمعلومات اللي عم بتقولها. أنا من لبنان، تخصصي كان بالبي اتش دي هو عن الكايناتيك. هلا للاسف بالبلاد العربيه ما في كتير يعني هالتخصص، بس يعني دائما نحن بدنا نجرب نشجع انه نفوت اكثر بهالمجال والتخصص، ونعطي بارقه امل مثل ما قال دكتور مصطفى ربيعه. فبدي دائما يعني هيك نكون في تفاؤل موجود، وان شاء الله قادرين نغير وقادرين نوصل لاحسن الامور، بس الامور بدها هيك نوقف حد بعض اكثر، نوسع المجالات أكثر، ننشر الانفورميشن يلي عنا لحتى الكل توصلون المعلومات، ونحن علينا نعمل اللي علينا، والباقي من يعني توفيق من ربنا. فتانكيو كتير لحضرتك. جزاكم الله كل خير يا دكتورة والتوفيق، وأنا متابع الورش اللي حضرتك بتعمليها. في بقى سؤال من الدكتور علاء البنا عن تغطيات منشآت الاستادات بتحتاج لهيكل ستيل، ما هي البرامج اللي تستخدم في التصميم ومع الأخذ بالاعتبار إن هيكل المنشأ هيكون خرسانة؟ وبالنسبة للمظلات المتحركة للصالات الرياضية، إيه هي البرامج
المستخدمة لتصميمها. تمام. هو أنا عرضت بعض البرامج اللي ممكن تستخدم في تصميم الحاجات دي في السلايد الموجود هنا، ودي معظمها يعني لو احنا نتكلم في أول خط اللي هو الرينوسيروس مع جراس هوبر مع كانجرو في الكرامبا، أقدر أوصف البيز يكون خرسان والسقف ستيل، فده عادي. أنا ممكن أعمل توصيف للماتيريالز كده جوه الكرامبا، وأعتقد الموضوع هيكون بسيط. وبالنسبة لي الحاجات اللي فيها التنتس وكده، الناس بتستخدم الكانجرو، بس هو كانجرو يعني نواجه شوية تقريبية، بس في ناس استخدمت السوليد ووركس في الموضوع ده وده نتائج كويسة، وده موجود لي فيديوهات كتير على اليوتيوب. لو احنا دورنا على موضوع موديلنج الديبلويبل ستراكشرز، اللي هو في الغالب الناس بتطلق على الموضوع ده ان هو يكون ديبلويبل، بس ريت تكون اجابتي وافيه يعني للزميل اللي سال السؤال. باشمهندس بهاء اتفضل. السلام عليكم دكتور حسين. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه بشكرك على المحاضره الجميله ديت، وبشكرك برضو على رساله الماجستير اللي كنت جبتها من جامعه الزقازيق في 2015 بخصوص العماره الديناميكيه. كنت مهتم 2008 بالعمارة الديناميكية بسبب بحث كنت قريته عن التغير المناخي وارتفاع مستوى المية. والحقيقة لسه النهاردة وصل لي أكسبتت على مؤتمر في الأمم المتحدة عن استخدام العمارة الديناميكية كحل التكيف مع مستوى المية. فأنا بس واقف عند مرحلة الأوبريشن بتاعة البروتوتايب. يعني مين ممكن يستفاد منها بعد ما انا اعمله؟ يعني انا لو عملت بروتوتايب للمشروع بتاعي مين ممكن يستفاد مني بعده، او اطلع منه نتائج ايه؟ هو في الغالب هي المشكله كلها بتبقى في ان معظمنا احنا كمعماريين ما بيبقاش عندنا خبره بالمشاكل بقى بتاعه الكونستراكشن في المقاس الفعلي، لان احنا معظمنا بنحط في الاول مقترحات على شكل بروتوتايبس. عشان كده لما جيت اتكلمت بعدها عن الشركات المختصه بالموضوع ده، ان هم دول اكتر شركات فعلا اشتغلوا في الحاجات دي بسكيل كبير وسكيل فعلي، ولهم مشاريع كبيره قبل كده. وهم على فكره مش شركات كتيره، يعني هم يعني زي ما حضرتك شايف هم 4 شركات اللي انا قدرت اوصل لهم، وممكن يكون في مثلا 3، يعني هم عددهم قليل ما اقدرش احصرهم كعدد. مش عارف حضرتك يعني ممكن تتواصل بقى معاهم تعرض عليهم مقترح هل هو فعلا يتنفذ، بس ده في الاول وفي الاخر معتمد على ان هل في حد هيمول الموضوع ده انه يتنفذ بشكل كبير ولا لا. اي تمام، شكرا حضرتك. عفوا حضرتك، جزاكم الله كل خير يا دكتور، ومحاضره رائعه، وعجزين عن الشكر. شكرا حضرتك. شكرا حضرتك، الله يكرمك. جزاكم الله. في حد عنده أسئلة تانية ولا خلاص كده؟ في سؤال من الدكتور علاء، ما تأثير الحركة على المنشآت العمارة الديناميكية في حال وجود زلازل؟ وهل نقترح الميجا بروجكت المشاريع عمل موديل لها؟ هو الجزء الأول من السؤال يعني هو أنا ما تطرقتش ليه، الجزء الثاني بس ممكن حضرتك تعيده. بس انا هقول لحضرتك الاجابه على قد اللي معرفت بالموضوع. يعني الميجا بروجكت المشاريع، هل يقترح ان احنا نعمل لها موديل ليها؟ موديل ممكن دكتور علاء يفتح المايك بعد اذنك دكتور. وكتب أن اقترح الميجا بروجكت المشاريع عمل موديل لها. هو عامة يعني أنا مع الميجا بروجكت، يعني هو مثلا نتكلم في المنشآت اللي هي ذات اللصف المتحركة، خاصة مثلا الكتاب ده تطرق على فكرة أحمال الزلازل وأحمال الرياح وأحمال التلج،
ده اكتر واحد تطرق ليها في المشاريع اللي هي الوايد سبان. ده لو كان ده المقصود بالميجا بروجكت اللي هو يقصد بيها الدكتور علي. في بعض المنشآت القابلة للحركة واتكلم عنها الكتاب ده، ان مثلا في منشأ بيكون معمول البيز بتاعته على شكل دايرة وهو اصلا على محور، فكده كده هو بيلف، فلما بيكون في زلزال هو بيتجاوب مع الزلازل، وطبعا القوة هنا بتبقى موزعة بانتظام عشان الشكل دائري من تحت، وهو نفسه بيقدر يدور في الاتجاه ده، فيبقى في تجاوب في الزلازل ومبقاش في فرق، يعني ما يحصلش فيلير زي من المنشآت الثابته. انما انا خبرتي في موضوع الزلازل في الموضوع ده مش كافي عشان اقدر ارد على اجابه السؤال ده. يعني انا يعني وجهت حضرتك انه ممكن تقرا الكتاب ده او تشوف الامثله الموجوده في الكتاب. طيب في سؤال، هل الموديل مهم في العماره الديناميكيه؟ عمايل النماذج المجسمات عامه لا مهم ولازم يتعمل، ما ينفعش يتعمل كونسبشوال خالص، لازم يتعمل بروتوتايب. ابسطها عشان يعني مشكله زي اللي تطرقنا ليها في السلايد دي، ان انا ما اقدرش اتحكم في البيهيفيور بتاع الحركه الا لما لازم فعلا اكون جربتها قدام عيني. مهما كانت برامج السيموليشن عمرها ما بتطلع مظبوطه، حتى لو حضرتك دخلت على الفيديوهات اللي بتعمل البرامج اللي بتعمل محاكاة لشكل الحركة عمرها ما بتطلع اكيوريت خالص، وبيحصل فيها مشاكل كبيرة جدا. وزي ما اتكلمنا يعني مثلا مشكلة زي اللينكج ده اللي هو لو احنا عندي الثلاث دراعات دول، احنا اتكلمنا عن حتة ان ده ممكن لو انا عشان اجيب النقطة دي ممكن اصلا يتحقق مكانها بان انا ممكن الدراع ده يقع لتحت لو مفصلة دي معمولة 360 درجة، فتصميم مفصلة ده لازم يكون ليه ليميت عشان اعمله. طبعا حاجه زي كده ممكن ما اخدش بالي منها، ده احنا بنتكلم في حاجه بسيطه، انما لو بتكلم في حاجه اعقد من كده مش هقدر اخد بالي منها غير لما لازم اعمل ماكيت ليها. تصميم الترانسفورمر ستراكشر مثلا لازم يكون في ماكيت. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. مع حضرتك. والف شكر حضرتك. مهندس محمد بدوي بيسلم على حضرتك. باشمهندس الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا.